لوحدي وهو بيقعد في الفيلا. ايه خبر وليه كده مع ان الفيلا فيها اوض نوم كتير؟ لا اشعلي لوحده وخيالي وجميل، وكمان عشان الفلاحين ما يتكلموش. وما تخافيش لوحدك يا الهام، قولي لها. بالعكس الشاليه جميل، بيت في وسط الجنة. أستاذ أنت تخاف لو حد طلع للست إلهام بالليل وهي لوحدها في الشاليه؟ حد مين؟ هو في حد هناك؟ يعني لو طلع حد أنت تشوفه؟ يلا يا أخي بسرعة احنا مستعجلين. مع السلامة. مع السلامة يا أستاذ. الله يسلمك، خد الخمسة جنيه دول، نصهم تصرفهم ونصهم تحوشهم يا مدبولي. طيب يا أستاذ يدوب. أمان بتحبك قوي يا شريف. أنا الوحيد اللي لها في العيلة. سيبك أنت قلبك كويس، ربيتها وصرفت عليها لحد ما اتخرجت من الكلية، وأديك بتساعدها علشان تبقى ممثلة مهمة. أنا مش بساعدها، التمثيل ده استعداد شخصي وصبر وكفاح، وأمال عندها المواهب دي كلها، وبكرة إن شاء الله هتوصل. ابن الوز عوام مش قريبتك؟ أنت ابن عم أبويا. يعني خشبة حبشي. حبشي مين صاحب الخشب؟ زي اللي عندنا؟ هنلاقي في لبنان جمال من نوع تاني. وهتحبني في لبنان زي ما بتحبني هنا؟ هحبك في لبنان اكتر من هنا بكتير. ليه؟ هنرقص في لبنان؟ لا هنكون متجوزين. كده؟ ما كنتش عارفة.
نشاط يا فندم نشاط. المايه جميله قوي يا شريف. تعرف شريف، انا نسيت الشنطه بتاعتي في العربيه، روح هات. هتعملي بيها ايه هنا؟ وحياتي عندك عشان احبك اكتر. اذا كان كده مفيش مانع. Thank you.